مغفرة الخطايا وفيض البركات والثبات في الإيمان القويم والسير بخطاه لنحيا أقياء جميع أيام حياتنا، فنمجدك وأبدا الوهى وابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. ارفع شأن بيعتك، رد إليك البعيدين واحفظ بصليبك القريبين. لا شيء من بيننا الانقسامات والحروب، وطد الأمن والسلام بين جميع الشعوب، وليجد الراحة الأبدية أمواتنا المؤمنون والمؤمنات. فنشكرك ونمجدك مع العذراء مريم وآبينا مارون وجميع القديسين، ونحمد أباك المبارك وروحك القدوس بارخ موربو. لك مارون حارس ونظير وشفيع لدى الإله قدير، فإليه القلوب سلوى تشير. هو نام الصفينا ما البشير، لا أيها القطيع الصغير.
نشيد بدعاك السنيء طاء الخلود فلك الرب سامع ونظير لا تخاف أيها القطيع صغير لا تخاف لا تخاف أيها القطيع الصغير اقبل اللهم لا بك بمحبتك الصلوات والعطور التي قدمناها لك في ذكرى أبينا مارون. هب لنا أن نسير سيرته أمامك واقبل بشفاعته الذين تكنوا باسم مارون لكي يحملوا رسالتك في لبنان والمشرق وفي العالم كله. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموطاوس. وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل والأحل مع الله على الله وعلى الله.
يا إخوتي، لقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وثباتي واضطهاداتي وألامي كالتي أصابتني في أنطاكية ومقدونية ولسترا، وأي اضطهادات احتملت، ومن جميعها نجان الرب. فجميع الذين يردون أن يحوى بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. أما الناس الأشرار والمشعوذون فإنهم يتمادون في الشر مضللين الآخرين وهم أنفسهم مضللون. أما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفاً ممن تعلمته، وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصبرك حكيماً في سبيل الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فالكتاب كله إنما الله ألهمه، وهو مفيد للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملاً معداً لكل عمل صالح، والتسبيح لله دائماً. مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم وما روحك من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان، يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى واحدة، وإن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحبب نفسه يفقدها، ومن يبغضها في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية. من يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا فهناك يكون أيضاً خادمي. من يخدمني يكرمه الآب. نفسي الآن مضطربة، فماذا أقول؟ يا أبتي نجني من هذه الساعة. ولكن من أجل هذا بلغت إلى هذه الساعة. يا أبتي مجد اسمك. فجاء صوت من السماء يقول: قد مجدت وسأمجد. وسمع الجمع الحاضر فقالوا: إنه رعد. وقال آخرون: إن ملاكا خاطبه. أجاب يسوع وقال: ما كان هذا الصوت من أجلي، بل من أجلكم حقا، والأمان لجميعكم. Thank you.
للمسيح يسوع التسبيح. سيادة المطران جوزيف جبارة، حضرة ممثل مطران ويليام الشوملي، أبائي الأجلاء، إخوتي الأحباء، هذا العيد عيد كتير أساسي أكيدي من بعد يسوع المسيح سيد السماء والأرض للكنيسة المارونية، ومش بس للكنيسة المارونية، هالعيد عزيز على كل الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، ومش بس على كل الكنيسة الجامعة الكاثوليكية، كمان على الكنيسة الأرثوذكسية. مرمرون لو كان وجد بسوريا ببطريركية أنطاكيا وقبل الإسلام، ولكنه عم في كل العالم. بروسيا عنده كنيسة وبيحتفلوا بعيده، فإذن هو جامع قبل تأسيس الكنيسة المارونية، هو مسكون قبل الانشقاق الكبير، هو عالم يستقطب كل العالم اللي كانوا يجوا لعنده من أي كنيسة كانوا حتى ينالوا الشفاء، ينالوا الوعظ، ينالوا الصفاء والسلام. فمنذ أن وجد القديس مارون موحد الكنيسة قبل إنشاء انشقاق الكنيسة شرقاً وغرباً. يعني نحن وقت بكنيسة مرشار بالعمان منلاقي كل الناس جايين يطلبوا شفاعة القديس شربل اللي هو من مدرسة مرمرون، ما منلاقيها عجيبة، لأنه مارون من الأول كان يجمع في أحضانه في كنيسته كل العالم. اليوم أنا بعيدكم معالي الوزير ممثل السفيرة اللبنانية حضرة المستشار جورج فاضل، أهلا وسهلا فيكم جميعا، بكل الموجودين، إخوتنا الأردنية العراقية اللبنانية. هاي كنيسة إلى طابع لبناني، ما لازم يضلوا اللبناني غايبين، وهي كنيسة في أرض أردنية، لازم الأردنية يشجعوا بعضهم أكتر وأكتر ويكونوا موجودين بهالكنيسة. هيدا بيتهم، هو بيت اللبنانية، بيت الأردنية، وبيت العراقيين أيضاً. بطلب من العراقيين كمان يضلوا موجودين، ما يخففوا أجرهم. بطلب من كل الشرق، من كل الشرق على غرار مدرسة مرمرون، أنه يضلوا بهالكنيسة. هالكنيسة بوابها مفتوحة، ما عندي لا أبيض ولا أسود ولا شرقي ولا غربي، لا كبير ولا صغير، لا غني ولا فقير، عندي كل الناس سواسية قدام الرب، وهي كنيستون بوابها مفتوحة. لا مرمرون فرق ولا مرشربيل رح يفرق، ويسوع أصلاً دعا اليهود والوثنيين، إجا لكل العالم، ما في فرق. أهلا وسهلا بالجميع. منشان هيك أنا بقدم التهاني العيد باسم سيادة المطران موسى الحج، اللي كان رغبان وبده أنه يترأس هالاحتفال، بس لأسباب الطرقات وأسباب المناسبات وأسباب الأشغال اضطر أنه يتغيب، فوكلني لإلي وحملني سلاماته أيضا. وبعد عنا حفل مساء كمان بعد ما انتهت الاحتفالات،
وحلو انه عملنا الاحتفال بهالنهار، مش نهار السبت بكره ولا الاحد، لانه جاي تلجي. ان شاء الله بلادكم وبيوتكم وجبالكم بتضل بيضة. مشان هيك نحن اليوم مع بعضنا منصلي من اجل بعضنا، منعذر اللي ما اجوا لاسباب ارتباطات واشغال والطقس، ومننبسط ومنفرح بالموجودين. وشو ما اجتنا صعوبات، نحن معودين وانتو اولاد جبال، شو ما اجتنا صعوبات منضل ماشيين لقدام منتحدى الصعوبات. نحن وفايتين انقطعت الكهرباء كمان، ما بعرف لشو، بس انه في صعوبات بالحياة ما بتخلينا نرجع لورا. اخوتي، نحن منعرف التاريخ ونحن مدعوين لنتعمق بالتاريخ، لأنه اللي بيتعمق بالتاريخ بيعرف يجابه الأيام الحاضرة، وما بينهز عند أي كلمة وعند أي صعوبة، بضل ثابت لأنه هو بده يكمل التاريخ اللي أخده. نعم، نحن منكون أقوياء إخوتي مش بقوة الاقتصاد، رح أقول فقط حتى كمان ما تحملوني وزر الكلام، نحن مش أقوياء بالاقتصاد فقط، نحن مش أقوياء بالمراكز اللي منخدها فقط، نحن مش أقوياء بالجنة الأرضية اللي منعيش فيها فقط، نحن مش أقوياء إنه منعلم أولادنا ومنلبس أولادنا ومندفي أولادنا. نحن أقوياء لأنه إجا يسوع المسيح يدلينا على الروحانية الحقيقية ويدلينا على الخلاص ويعطينا الخلاص. وإجوا ناس من بعده، إن كان الرسل أو الآباء الرسوليين أو آباء الكنيسة أو معلمي الكنيسة أو القديسين والقديسات في الكنيسة، إجوا يقولوا لنا ثبتكم بيسوع المسيح، تحملكم العذاب وعيشكم الأخلاق المسيحية هي اللي بتجعلكم أقوياء. هلأ في أشخاص بيكونوا عم بيقولوا ولو مش شايف إنه إذا جيش أو دكتاتور أو كذا قوي بسلاحه واضطهاده بيروح كل العالم، وين القوة؟ بس أنا بدي أسأل بشكل كتير خفيف، كل دكتاتوريات العالم وين صارت؟ بدي أسأل، رومانيا، دكتاتور رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، ما بعرف، أكلي رحوم البشر بعيداً عنكم كمان، في ده كان زعيم آكل رحوم البشر، هلأ كوريا الشمالية مش رح أعمل خلاف معه، بس دغري بيعلن الاغتيال الميداني، قدي بده يهدي؟ مش معناتها الانتصار الظاهر وقتل الناس هذا الانتصار، ما كلهم بيرجعوا بيروحوا وبينهزموا أبشع انهزام. فإذن القوة، أنا رح بلش أنا وياكم الأولى، مرمرون بالقرون الأولى من المسيحية قبل الانشقاقات أو بداية الانشقاقات، قعد على جبل، كاهن كان بس ما في شيء، قعد في العراء بيأكلها حر الشمس وبيأكلها من برد الشتاء، قعد يصلي، مشان هيك سمعان العمودي تلمس عقيده، وحول معبد وثني لكنيسة وبشر الوثنيين، ومن أجل صلاته وتعمقه بالكتاب المقدس بالقرون الأولى للمسيحية، ويوحنا فم الذهب ومطران هذيك البقعة بحلب شاهد على ذلك أيضاً، بصلاته وتعمقه بالكتاب المقدس وتقشفاته وزهده جعله يستقطب كل الناس، مثل ما قلت
الفقير والغني، كان يشفي الأغنياء أيضا، لأنه كلنا بحاجة لشفاء. إخوتي كان يعني يلعب دور المرشد ودار دور الطبيب النفسي ودور الطبيب الجسدي، وكان يشفي الأغنياء ويبللن غليلن ويوجههم بحياتهم ويريحهم، وكانوا يعطوا من مالهم يريح الفقراء ويشفيهم ويعطيهم من مال الأغنياء من خلاله. منشان هيك ما تتعجبوا إنه الكنيسة المارونية إلا إلى بعدين: البعد التقشفي والبعد النسقي، وبذات البقت البعد الرعوي، الاهتمام بالناس، النزول عند الناس، الجلوس مع الناس، الشعور بحاجات الناس وضعف الناس. وهي الكنيسة الشرقية كلها مميزة فيها، ما عم بقول الكنيسة المارونية فقط، الكنيسة المارونية هي كنيسة انطاقية شرقية ما بتستحي بالموضوع. وإلى ذات الوقت منفتحة على الغرب ومثقفة أيضاً من الشرق والغرب، وهالشي ما بيضيع هويتها، بالعكس بيزيدها غنى. الماروني ليقدر يكون فعال، الماروني ليقدر يكون عم ينشر الرسالة، بده يكون منفتح وليس منغلق، بده يكون قابل للآخر وليس متعصب، بده يكون إنسان لأجل كل الناس، هيك بيقوى كماروني. إخوتي القديس مارون اختلفوا إنه مين بده ياخد جسمانه، وهيك منشوف إنه في بقايا بحلب، في بقايا بروما، في بقايا بروسيا. ورجعنا من روما قسم من جمجمته حطيناها بكفر حي، ليكو برمنا العالم كله ورجعنا. اللي بيميز الإنسان اللبناني والخصوصا الماروني إنه وين ما كان عم يشتغل، وين ما كان راح بالعالم، بيرجع بحن لوطنه لبنان، لكنيسته المارونية. وأنا بدي أطلب من كل الأردنية والعراقية، ومش كل مرة ومش أول مرة بقولها للعراقيين خصوصا، إنه وين ما رحتوا بأصقاع العالم، وين ما تزوجتوا بأصقاع العالم، وين ما جبرتكم الأيام تتهجروا، حتى السوريين كمان بدي أقول للسوريين، حتى للفلسطينية، للأراضي المقدسة بقلبي كل الناس. واليوم قداسي بدي أذكر الفلسطينيين، بدي أذكر العراقيين، بدي أذكر السوريين، بدي أذكر اللبنانية، بدي أذكر كل شعب متألم ومهجر ومعاني بصلاتي، بدي أذكر حتى رؤساء الدول عم يخططوا للناس لا يدعسون، بدي أذكرهم بصلاتي، لأنه هودي حرام بشفق عليهم أكثر من الناس المهجرين واللي عم تصير عليهم مجازر، لأنه يمكن اللي عم تصير عليه مجازر هو بريء، هو بالسماء منه بحاجة لصلاتي، بدي أطلب منه يصلي لي. أما اللي عم يعمل الإجرام وعم يخطط الإجرام وعم يعمل تخطيطات على كل الدول ليغيرها ليمحيها، هذا اللي بده صلاتي لأنه رايح للجحيم، هذا اللي بدي صلي له ليغير فكره، ليغير تخطيطاته، ليصير إنساني، ليهتم بالإنسان ما يهتم بحاله وبظلم الإنسان، هذا بدي صلي له لحتى يغير فكره وقلبه ليقدر ينال الخلاص. مع مرمارون اليوم بتمنى عليكم إخوتي ما تفكروا شو بدكم توصلوا لمراكز، ما تفكروا قدي بدهم يقتروا المصاري بجيبكم، ما تفكروا قدي بدو يصير عندكم مكانة اجتماعية، فكروا أنه تكونوا ساعي سلام، فكروا أنه تنشروا الحب
بين الناس من أي دين كانوا ومن أي دولة. فكروا أنه تعملوا عمل الرحمة والمحبة، ساعدوا الآخرين. هيك مرمرون بيقول لي اليوم أعطي رسالة لإلي ولإلكن وينعاد عليكم. نؤمن بإله واحد، السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الحياة والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. دحلتك مريو دابارين وبزادي كوتك ألفين ألوهن قبل قربون نتراح مريم أخرطبتو هم زي حلي بيديهن كهني عالمذبح هاليلويا قابل قربونا. من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومارمرون الذي نحتفل اليوم بعيده، شفيع الكنيسة الجامعة الشرقية والغربية وكل كنائس العالم، واذكر مارمرون ومار شربل وجميع القديسين. آمين. اللهم أبا أنا وإخوتنا الأحياء والأموات،
أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، وخصوصاً جميع الدول، دولنا الشرقية من الأراضي المقدسة ومن الأردن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان والدول التي تعاني الحروب والمجاعات والخصومات، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. والشهداء والخدام الكهنة جوق الأبرار، كل أولاد البيعة نحيي التذكار. هللويا لمريم يلدت آلوه نهيد خرونه، لن بيشليحي وسهدي وكيني وكوني، والقلون يلبد عيتو من دور الدور، وعدام العالم عالمين. آمين وآمين. نافور مار بطرس هامة الرسل، صفحة 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام والسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أبي الأجلاء، السلام لكم يا ليصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم في الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضي بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس بارخ مور الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله لا ونعمة الابن الوحيد والشركة وحلول روح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأباء ومع روحك، لتكون أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لحقيقة يا الله،
نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هودك ضمحى شوطي لمعبد حي ساب اللحم بيتا وقاضي شوطه بارخ قادش واقصو يا بالتلميذة قدما سبخوا المالي كل خون هروا دنيتا فغروا دين دحلوا فيكون وحلوا فساقية ما تكسي وما تهد حصيد حبي والحي دلالا علمي آمين. وخانوا عالقصود امزئوا من حمر ومن مايو بارخوا قادش ويا بالتلميدا كدما سبشتا ومنه كل خون هنو دنيتا دموتي التياتي تحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشهد وما تهد حصيد حبي والحي ده العالم علمي آمين. وبهذا أوصاهم أحدهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاص ومجيئك الثاني. نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا
واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطا وبناتك، فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف وبك نطلب. فاشف اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. جسد المسيح إلينا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلينا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا ماري فرانسيس بابا روما، ماري بشارة بطرس الراعي بطريركنا الانطاقي، مرموسة مطراننا وسائر البطاركة والأساقفة، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب البتول القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومار مارون صاحب العيد ومار شربل والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين والمؤمنات الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة،
إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا وله. ارحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. لتكن يا رب طلباتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودم المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعم.
قامت السلوسلة أقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان الأقدس للقدسين بالكمال والنقاوة والقداسة آب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد Thank you.
في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. إذا تصلب قلبي تعال إلي بعصف من الأناشيد، وإذا أعمت الشهوة عقلي بالوهم والغبار تعال إلي أيها الساهر بالبرق والرود، بالبرق والرود. يا من تعمدت بماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. عطاياك لا متناهية ويداي صغيرة، أسكب أسكب فسوف تفنى الأجيال أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسابيح لك نقدم من أجل جسدك الذي أطعمتنا ودمك الحي الذي سقيتنا. يا محباً للبشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محبا للبشر ارحمنا. لك شكرنا، لك حبنا، لك قلبنا، نحن لك كل على هذه الموهبة التي منحتنا
ولو كنا غير أهل الله لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. ابسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكلهم سترا وملجان، وكملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. إختي اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. يا مرمرون صفي Sorry.